اليوم نديرو لا بيغي بصدر تاع الدينت الكنتاكي. نديرو على الطريقه الامريكيه. عندنا لا بيغي، بيغي هي شنو هي؟ عندنا بطاطا قطعناها هكا اون بتيتي لمربعات صغيره بيفهمنا الجميع، وغليناها في الماء والملح، ومن بعد ناخذو هذه ونبداو نواسو فيها. دوكا ناخذو هذوك القطع تاع الدجاج تاع الدنت، سمحوا لي تاع الدنت ماشي تاع الدجاج. ناخذوه واش نديرو؟ نديرو الزيت تاعنا فوق النار، وناخذو هذوك شرائح الدجاج شرائح الدنت، ونديروهم نغمروهم بالحليب هكذا، ونديرو لهم لي زيبيس هما العكري، وفي المشارقة يعيطولو البابريكا. نزيدو لهم الزنجبيل بودرة، نزيدو لهم الكاري أو يتباع عند اللي يبيعو لي زيبيس اللي يبيع العقاقير، نزيدو لهم قليلا من الملح وحبة تاع البيض، ونخلطو مليح هادو، نخلطوهم مليح. ومن جهه ناخذو المقله تاعنا نديرو لها الزيت، ونديرو لها معاها اي زيت وشويه زبده، نخليوها تذوب الزبده طانيه بنه هكذا. نبداو على بركه الله نقليو، ونوريك الطريقه تاع القليو كيف نديرو. كما قلنا غمرناه في هذيك اللي خلط لها، ومن بعد ناخذو هذاك الخليط تاع الشرائح تاع الدنت، نعاودو ردوهم في الفرينة هكذا، من بعد نعاودو ديروهم لا شابلور هكذا بتاتي هكذا. لا شابلور هي الخبز المرحي، هو لا شابلور لي ما يعرفش سبحان الله ماشي كاع الناس تعرف هكذا. ومن بعد نعاودو نردوهم في هنا، نعاودو نردوهم مرة أخرى في الوسمة، نعاودو نخلطو هكذا. من بعد مرة ثالثة نعاودو هكذا، نعاودو نردوهم مرة ثالثة هنا في الفرينة اللي هي الدقيق هكذا. هكذا نحطو بتفهمو السواسوا كيفاه ندير هذا داد الشرائح الدنت على الطريقه الامريكيه. خذينا هذاك الشرائح تاع الدنت بناهم في البيض، ها هو البيض تاعنا والحليب والعكري والكاري والملح حطيناهم هنا. والضرب الاول ثم ناخذوهم من هنا نجعلهم في يمسحوق الخبز، هو لا شابلو هكذا. منا درناهم هنا خياتي هكا، ومن بعد نعاودو نديوهم للفرينه اللي هي الدقيق، من بعد نعاودو نردوهم هنا هكذا هكذا. المره الثالثه نعاودو نوليو للدقيق، وبعدها ولينا للدقيق هي المرة الثالثة هكذا، هي المرة الثالثة. أما واش قلنا؟ المرة الأولى درناها في الحليب والخليط هذاك، ثم درنا في الخبز، بعدها وديناه الفرينة، عاودنا وديناه هنا، وبعدها ردوه هنا، باه يجينا هايل. تبعو هذه الطريقة خواتاتي، هذه طريقة أمريكية، ما هي
مش تاع المشارقه ولا تاع الجزائريين، تاع تاع امريكا. ثم نقليه الواحد اللي في الزيت والزبده يكون سخون. بسم الله. من جهه هذيك البطاطا اللي حيناها اللي حنديرها بيغي، نزيدوها كميه من الزبده وكميه من الحليب. كثروا الحليب، تجينا خفيفه، واللي يحبها ثقيله ما يكثرلهاش الحليب. وشويه ملح. هذه لا بيغي نورمال، واللي يحب دوكا يزيدها فرماج اي حاجه دبر راسو يزيد لها. من جهه ها أو يتقلل الفاكي تاعنا هاهو الزبدة. ها شوفو خواتاتي، هاي لابيغي لي طيبناها نورمال، بنا غير بشوية حليب وزبدة ودواسمو، وهاو كان تاكي لي قلتلكم بالصدر الدينت. شوفو كدا يجي يشهي. سيوها على الطريقة الأمريكية، سيوها شهية طيبة، ودعموني خواتاتي وفعلوا الجرس. بالسلامة عليكم وصح حشيتكم للجميع.